رجعنا معاكم ورجعنا مع ضيفتنا في الاستديو الأستاذة جليلة الحمدان استشارية جودة دولية. صباح الخير. صباح الخير فاطمة. صباح الخير أسماء. سعيدة جدا أن أنا معاكم يوم للمرة الثانية. وإحنا أسعد أكيد معاكم. أكيد إحنا سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقة. أستاذة جليلة، إذا بنتكلم عن الجودة، شنو هي الجودة وشلون ممكن تخدمنا في الأعمال التطوعية؟ طبعا إذا بتكلم عن الجودة، إحنا طبعا العمل التطوعي هو قطاع خدمي، وأنت في الخدمة لازم يكون عندك عملية اللي هو التحسين المستمر. شنو معيار الخدمة عندي أنا؟ الرضا العميل، يعني أنا يهمني اللي داخلين معانا في العملية التطوعية يكونون راضين، لأن مرحلة الرضا أو نسبة الرضا إذا كانت مرتفعة فهذا مقياس للجودة. بناء عليها إحنا راح يكون عندنا في هذه المبادرة تخطيط للجودة، رقابة الجودة، وأيضا اللي هي عمليات التحسين اللي هو المستمر. كل هذه الأنشطة راح تقدم عن طريق اللي هي دورات وورش تدريبية راح نقدمها عشان نرفع من مخرجات اللي هو المبادرة عندنا، يعني يكون عندهم قيمة في النهاية. أو أي جودة في العمل التطوعي راح تكسب الأشخاص جودة في الأداء، يعني راح يرتفع اللي هو نسبة اللي هو الأداء أو مؤشر الأداء عند الأشخاص. نعم حلو. وهذا شيء وايد حلو، يعني ما شاء الله بالفترة الأخيرة كثرت الأعمال التطوعية والفرق التطوعية. هذا شيء وايد زين وحلو إنه يكون فيه جودة أيضا بالعمل التطوعي. استاذ يعني أنا بينك من قائد كفو، يعني إيش معنى اخترتوا هالاسم هذا وش اللي تبون توصلوا له من خلال طرحكم لهذا الموضوع؟ نعم نعم، إحنا طبعا كفو كلمة كويتية، فإحنا هدفنا اللي هو إعداد قادة. الهدف الأساسي إن إحنا نساهم في رؤية صاحب السمو صباح الأحمد الجابر الصباح اللي هي 2035، في أن احنا يكون عندنا شباب كويتي قادر على القيادة بكفاءة، يعني يمسك المؤسسات الوزارات القطاع الخاص بكفاءة عالية. فهذا اللي هو الهدف من هذه المبادرة. فالاسم طلع معانا كذي قائد كفو. نعم. والحمد لله إن شاء الله نتوفق في اللي هو المبادرة إن شاء الله. نعم. إذا نبي يعني نركز على السيدات في المجال التطوعي، هل للحين يعني في هذه النظرة أن أحيانا في أشخاص يقولون ممكن الأنوثة تتعارض بأن المرأة تكون قائدة في العمل التطوعي؟ والله شوفي، الأنوثة ما تتعارض مع القيادة طبعاً. والنماذج يعني موجودة يعني في الحياة أبدا ما تتعارض، بس الأنوثة يعني المرأة لازم تفرض هيبتها، احترامها، حتى في لوكها، في تعاملها، ثقتها العالية في نفسها. صح. تخليها تحد وتخلي عندها منافسة، يعني مو بس يعني القيادة للرجال، لا طبعا حتى النساء لهم قدرة على القيادة، والدليل أنتوا قدامي يعني مذيعات تقودون اللي هو البرنامج بغض النظر عن الإخوان. نعم. الله يعطيهم العافية اللي خلف الكاميرا، ترى يعني جنود وراء الكواليس. نعم. يعني أيضا تيم كامل، احنا بس أسرة اللي بالوي قدام الكاميرا وين مدفع احنا. استاذ يعني اليوم لما نتكلم عن القيادة في الأعمال، أنا في سؤال سألتك إياه قبل الهواء وحاب إني أسألك إياه الحين، شوية أبي أفيد المشاهدات تحديدا. نعم. في هذا السؤال قلت لك من الأشخاص اللي يطلبون منكم شهادة جودة؟ هل هم. نعم. أفراد، مؤسسات، شركات، ولا أيضا ممكن أي شخص في أي مجال من المجالات يطلب منكم؟ نعم. الشهادة. نعم. في مقاييس معينة؟ نعم نعم، بالنسبة للجودة طبعا هذه على مستوى المؤسسات المنظمات. نعم. ترى ما لها علاقة في اللي هو العدد، احنا نساعدهم ونمنحهم اللي هم شهادات الآيزو، لكن على مستوى الأشخاص أنا قلت اللي هي عبارة عن دورات وتطوير وتحسين مستمر. يعني مثل أنتم الحين هنا في القطاع الإعلامي تحتاجون اللي هو الآيزو 9001، هذا عملية تطوير مستمر عن طريق اللي هو الدورات. نعم. يعني مثل تنمية مهنية. حلو، إذا نبي نتكلم بشكل تفصيلي أكثر عن نوعية هالدورات، يعني نعم. شنو المحتوى اللي تعطونه لأي شخص ينضم لهذه الدورات بحيث أنه هو يحصل على هذه. نعم. الشهادة؟ نعم، بالنسبة لنا إحنا كمبادرة قائد كفو مخصصين مراحل عمرية اللي هي من 10 سنوات إلى 30 سنة، ومقسمينهم لكل فئة عمرية راح يكون برنامج تدريبي خاص. حلو. طبعا عندنا كفاءات مدربين كويتيين منضمين لنا في المبادرة. طبعا أسماء لأن عندش بنت صغيرة تكلمنا وايد عندش بنت صغيرة، فمن 10 سنوات إلى 12 سنة إحنا نسميه القائد الصغير عندنا. نعم. من 13 إلى 16 القائد اللي هو الناشئ، من 17 إلى 19 هذا قائد المستقبل، من 20 إلى 30 هنا قائد كفو. نبدأ إحنا في برامج تدريبية نعطيهم دورات ونأهلهم بحيث أنهم يصعدون لمستويات عالية اللي هو قائد كفو مبادر، قائد كفو مبدع، قائد كفو مميز وعبقري ومبتكر. فهذه كلها عن طريق شهادات عالمية. طبعا أنا قاعد أكلم أسماء عندها بنت
بس عندكم دورات بعد حق الكبار ممكن. طبعا نعم. احنا اهم شيء نركز عليه، اهم عنصر راح نركز عليه في العمليه هذه اللي هي في هذه المبادره، التركيز على العملاء. عملاءنا طبعا العميل مثل ما تدرون يعني احنا مستهلكين وعملاء، راينا يتغير بسرعه. يعني مو ثابت، يعني مثلا تقول والله انا بنضم لهالمجموعه، لا انا بروح نزل برنامج كذا، فالعميل رايه اللي هو متغير، فاحنا راح نحرص على التركيز عليهم ونشوف شنو متطلباتهم، شنو احتياجاتهم، نوفرها لهم فوق توقعاتهم. حلو هذا الشيء وايد مهم ومميز. وانا تكلمت معك ايضا في نقطه وايد مهمه استاذه، يعني اليوم مو بس الدورات اللي الواحد ممكن يطور فيها حياته، انا بتكلم عن البيئه. نعم. داخل البيت انه هو طفل صغير، تربيه الاهل بالنسبه للاطفال. نعم. تخليه هذا فعلا يكون قائد بالمستقبل. نعم. كلميني عن هالجزئيه هذه، كذا مهمه يعني حق الاسر، وتقولي لي الشكل الحالي ما له علاقه. لا اول يعني احنا عندنا حتى قبل لما كنا في المدرسه يعني اللي شكله اهلا انه يكون قائد وهذا يمسك المدرسه، هذا قبل كانت تكتسب يمكن بالشكل بالتصرف، الحين لا، الحين يعني بوقتنا في التعليم اللي احنا فيه في التكنولوجيا لا، تقدر انت تكتسبها من خلال معلومات. بس انا دائما اقول الدور الاساسي اللي هو البيت. حلو. يعني يمكن احنا نشأنا في بيئه قياديه، يعني اسم الله عليها الوالده الله يحفظها قاعد طالعني. يعني دائما تمشي مع، لا يعني عندها قوانين معينة، يعني يمكن هم ما وصلوا درجات العلم اللي احنا وصلناهم، بس الشخصية القيادية موجودة في البيت، فاحنا اكتسبناها ومع الدراسة صارت الشخصية أقوى، تعطيك الثقة بالنفس، تخليك تحسين بالقيادة، الانطلاق في الكلام، يعني سواء كان قيادي اجتماعي، سياسي، كل المجالات، إداري، فهذه المجالات كلها راح تكون موجودة في المبادرة. نعم. أستاذة جليل، للأسف في بعض الأشخاص عندهم مفهوم خاطئ عن الشخصية القيادية. نعم. والقائد، يعني نعم. دائما القائد حاطين في بالهم لازم صوته عالي وعصبي ومتوتر، فشنو هي المواصفات الحقيقية للقائد الناجح؟ القائد الناجح أول شيء الثقة بالنفس ويكون مع الفريق، ما في شيء اسمه الأنا، هي من تنشال الأنا أنت قيادي، أنت ما تقدر توصل إلا بناء على فريق. يعني أنا دائما أقولها عن نفسي، أنا جليلة الحمدان ما وصلت للي وصلت له بروحي، معي فريق عمل، القائد اللي يمشي مع فريقه. إحنا في الجودة عند الفريق هو اللي يعطيني المعلومات ويزودني بكل شيء، إذا الفريق هو أساس القيادة، إذا أنا عندي انسجام وتوافق مع الفريق يصير عندي قيادة. نفس الشيء أنا قاعد أشوف هنا ما شاء الله انسجام وتوافق في العمل، فهذا شوف شلون انتم فريق العمل، شوف شلون قياديين هنا كلكم، كل انسان عارف تخصصه، عارف شنو مهاراته، عارف شنو حدوده في العمل، عارف وصفه الوظيفي بعد شنو، فهني هي قوه في القياده، مو بالصوت العالي. الصوت العالي ولا الاوامر، لا ولا الاوامر. يصير فيها احنا في الجوده هذه اللي احنا من اهدافنا اللي هو احترافيه في حلقات الجوده راح نسويها، اللي هو انا لما الحين انتم فرق عمل انتم من تخصصات مختلفه اي صح، فتكونون اللي هو فريق، لكن الاحترافيه في في حلقات الجودة الناس تكون تقريبا من نفس التخصص أو في نفس بيئة العمل، تساعد على حل أي مشكلة اللي هو تواجههم. نعم. فهذه من الأشياء اللي راح نركز عليها أسماء. في الحين الفرق الشبابية التطوعية أستاذة يعني قاعدين نشوف ما شاء الله ينشطون جدا، وعملية تنظيم الأعمال التطوعية هذا شيء وايد مهم حق الشباب، لأنه نعم. يخلي العمل التطوعي يعني يتطور أكثر. نعم. من كذي أنا اللي أسألك اليوم عن الفرق التطوعية. نعم. شو اللي تشوفينه بالشباب من قبل لا تعطينهم الدورات وغيرها، هل تحسين إن الشباب عندهم تخطيط استراتيجي مثلا ليه قدام بروحهم ما بينهم بين بعض؟ شوفي هو عندهم تخطيط، اكثر الفرق التطوعيه بالكويت هني تكون تبدع يعني بضجه ومش عارف ايش، وبعدين تلاقين يبدون يعني يختلفون فيما بينهم اللي هو الفريق كفريق. كفريق، فاحنا بالنسبه لنا لقاء كفو احتضان فرق العمل، يعني تكونون تحت مظلتنا هناك مستشارين، مطورين اعمال، ناس على قدر عالي من العلم، يوجهون اللي هو الفريق باعلى معايير الجوده بحيث انه يكون بينهم انسجام، والفريق صح انه في قائد بس القياده تمشي للكل، كل يكون عنده خبره، فهني يكون الفريق اللي هو ناجح. نعم، دائما نلاحظ ان في شهر رمضان الاعمال التطوعيه والفرق التطوعيه تكون نشطه جدا. نعم. الحين في فصل الصيف. نعم. شلون الوضع وهل في عندكم انشطه؟ طبعا احنا شوفي احنا الحين فتره التسجيل، احنا راح نبلش فعليا اللي هو شهر تقريبا اخر 9 اول 10، هذا على حسب الخطه والاستراتيجيه اللي احنا واضعينها الحين. نعم. لكن احنا في مرحله التسجيل ما شاء الله لا اله الا الله، يعني قاعد تشوفين حتى الفرق التطوعيه اللي قلت انا بمسك التصوير فرقه كامله قاعدين، يقولك مثلا احنا فرقه مهندسين مثلا شغلنا كذا، فما شاء الله لا اله الا الله الفرقه التطوعيه وعيال الكويت
يعني ما شاء الله، لا تقولين صيف مو صيف، رمضان مو رمضان، العمل متواصل. لكن نعم. شنو اللي هو يبيها هذه الفرق؟ بس يبيها عملية تنظيم واستشارات صحيحة من ناس ذو خبرة علشان يمشون في المجال التطوعي بأعلى معايير الجودة. الحمد لله، وهذا اللي نتمناه بالمستقبل، كل الفرق التطوعية تكون على مستوى عالي. نعم. من الخدمة اللي قاعدة تقدمها، وبالنهاية هم قاعدين يقدمون عمل إنساني حق يعني الوطن طبعا، ما يبون من وراء أي مقابل. طيب أستاذة، يعني إذا بقولك رؤيتكم ورسالتكم، نعم. شنو رؤيتكم المستقبلية؟ إحنا رؤيتنا أن يكون عندنا شاب كويتي قادر على القيادة بكفاءة، هذه الرؤية. لكن رسالتنا اللي هي شنو؟ أن الشباب هذول يكون عندهم خلق مبادرات من خلال تشكيلهم للجان، ويصير عندهم خطط استراتيجية يبدون عاد يطورون، وإحنا نبدأ نساعدهم في عملية التطوير. طبعا راح تشرف عليهم اللجنة العامة عندنا، وما راح نتدخل في أفكارهم. أنا قاعد أقول حق الشباب، ما راح نتدخل في إبداعاتكم في أفكاركم، بالعكس إحنا راح ندعمكم طالما إنها في إطار السياسة العامة اللي هو الدولة. فهذه الأمور إن شاء الله يعني تكسبنا ثقتكم فينا، وإحنا بعد هم ثقتنا في الفرق اللي راح تعمل نعم. معنا. نعم. نعم، يعطيك ألف عافية أستاذة جليل الحمدان، جدا استمتعنا معك في هذا الحوار، ربي يوفقك إن شاء الله. حوار آمين. جدا ممتع الصراحة ومميز أيضا. الله نعم. يسلمك، إن شاء الله يسعدكم. سعيدة جدا أن أنا معاكم، وأنا ترى زعلانة عليكم ما قلتوا لي كل مرة. أنا بقول لك ياها، ما نقدر نحرجك على الهواء، ندمت بعدين راح تزوحين. لا بجاب لكم الحين، حلو خلاص الحين هاي الخلج عشان تشوفين فقرة وايد مميزة. تحبين بعد السوشي؟ أكيد طبعا، تابعي هالفقرة. عرفتي فتاة كويتية طموحة استطاعت أنها تمزج الأكل الكويتي مع الأكل الياباني من خلال طبق السوشي المميز في مشروعها. خلونا نشوف من خلال هذا التقرير الخاص بصاحبة المشروع خلود خالد وتوتا سوشي.